اشتركي على الفيسبوك نور أريبيا. بدنا كيلو سمك فيليه، ملح وفلفل أسود، طحين، بدنا بيضة، شوفان، زيت للقلي ومعلقتين كبار زبدة، بدنا بصلة، ثلاث سنان توم، بدنا حبة فليفلة حمراء نشويها، وبدنا علبة قشطة، ربع كوب مي أو أكثر شوي، معلقة كبيرة كنور باودر كنور، هلأ بنشوف شو رح تستعمل ربع، ومعلقة كبيرة صلصة بندورة، ومعلقة كبيرة ومعلقة صغيرة كاري اختياري إذا بدنا، وعصير ليمونة. خلينا نشوف هالخلطة. عصرة ليمونة مش عصير ليمونة كتير. عصرة. 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 عصرة ليمونة. هاي عصرة بالعامي يعني عصرة. عصرة. أوكي. هلأ السمك عندي فيليه. أوكي بس ملح وفلفل بدي أحط عليه. أوكي. هلا الملح ما بيخليها تشد انا ولا لا؟ هلا السمك ما بيلحق يشد مش زي الدجاج واللحمه لانه اصلا كتير طري فعاده باللحوم ممكن بس بالسمك السمك لا اسكى يعني بيعطي نكهه لازم يتبل. اذا ملح وفلفل اسود بنتبلهم بس ملح وفلفل اسود وبدي احطها بالطحين بعدين بالبيض وبعدين بدي احطها بالشوفان طحين هلا الشوفان على اساس بدل القرشله بدل القرشله حطيتي شوفان على اساس يصير كريسبي انا شاكه اذا خلص هاي طبختي اليوم هلا بروح بعمل اكيد اوكي هلا احنا طبعا الزيت هيك لونه لانه قلينا سمك مش تفكروا قلينا هدوك حط لكم زيت وسخ بس احنا قلينا السمكات طازجات قلينا تحت الهوا السمك فنكمل بنفس الزيت اكيد هلا الشوفان اول شيء للفائده صح. ثاني شيء شكله بيطلع تغيير يعني تغليفه حلوه بيعطي طعم زاكي شوفان كثير بحترمه بقرقش بحترمه عن جد كثير بضيف على كثير اشياء بهي كثير زاكي طبعا هذا بتقدري تستعمليها من غير الكريمه يعني تاكلي السمك لحاله هيك مقلي شو بصير لسه لسه ما تشتش لسه خليه شوي خليه بالصحن احنا قالين بس بدك بس اعملي تنتين عشان بس بالضبط نعمل الثانيه هلا رح احكي على الفليفله المشويه يمكن مثل اكيد يعني صاروا الناس بتعرف كيف الفليفله بنحطها تحت الشواي ولما يصير لونها اسود اسود يعني زي كيف الباذنجان بنعمله للمتبل اوكي وبعدين بحطها بصحن وبغطيها بلاستيك راب نايلون وبتركها ربع ساعة تقريبا على أساس تعرق هلا بس تعرق هاي الخطوة إنه بتخليها سهل إنها تتأشر أوكي كتير ضروري تتأشر يعني في ناس مرات بخلوها بالقشرة ما بيزبط بالشوي لازم الفليفلة تتأشر شيء أساسي يعني فزي ما قالت ربا بنحطها في زي تبروير أو بصحن بنحكم إغلاقه فبالعرق تبع الحرارة البخار تبعها بنقدر نشيل القشرة بكل سهولة بعد 10 دقائق فهيك بتصير شكلها وهي مقشرة ومشوية اوكي بس هون بدي اشد انا شوي على الشوفان عشان ما ينزل قال انه مرات بيوقع كثير الزيت اذا سخن الفليفله المشويه طيبه مع كثير شغلات لا لسه الزيت بده يحمش بده شوي اني احمى وحده ربع هاي مش احمى شيء لا هيك احمى شيء بالله بس مش مشكله احنا قبل ما خلينا نعمل الكريمه رح نعمل بالضبط اعملي الكريمه ربع خليني اشيل لك هاي الاشياء كلها حتى ربع هون مقصقصه خبزات على شكل سمكات شكلات وسمكات الرواق الرواق طيب عندي هلا بدي احط شويه زبده هلا عم نعمل الكريمه اوكي هلا بتعمل ربع الكريمه الفليفله هلا هاي الطريقه صراحه انا يعني مش اني اخترعتها اجت على بالي هيك فكره فحبيت اجربها ويعني انا كنت مره بتايلاند بتعرفي هناك لانه مش اي شيء بتاكل حلال مش كل شيء فكنا نصفيها سمك وهيك فذقت شيء كثير زاكي عجبتني فحبيت انه يعني اطبقها او اعمل شيء قريب منها طلعت كانت شبيهه فيها بس لما دخلت على النت اكتشفت انه موجوده يعني ما اوكي فبدي اخذ هلا بس لا هي الكريمه انا حتى يعني كريمه الفلفل انا عملتها مره مع باستا بس بدل القشطه كنت حاطه كريم برضه بصير طبعا كثير طيبه مع انواع المعكرونه وسان درايد توميتو معها يعني. فكمان كثير هاي الطعمات بتحسي انت شوي اليوم ايطالي وفرنسي منوعتين هم فعشان هيك فيش علم اليوم فيش علم بالاعلام الاتحاد الاوروبي مالي طيب اوكي هلا الزبده هناك بدي احط بس الفليفله هيها هيك بكون شكلها اوكي بتشموا ريحتها انتوا بس فبس بدي افرمها هيك فرم خشن لانها هي رح تنحط بالخلاط بعدين انا بتعرف لو البس احسن كفوف معك كفوف لا هي اوكي هلا ربا انت بدك تفرميها اول ولا بعدين بدك تفرمي تضربي لا بالاخر هلا بدي افرمها بس احطها شوي على النار خليني اتاكد لك شو وضع النار عندك هون عشان السمك وعشان
اوكي هاي تمام دابت الزبده. اوكي راح احط التومي. التومي برضو لو هو خشنه مش مهم لانه كله راح ينحط بالخلاط. كله راح ينحط. راح تحطي هو والكريمه مع بعض تخلطيهم. ايوه حلو. التومي والبصل. هاي معلقه خشب ربع. إذا شو حطيتي فوق الزبدة هلأ ربا؟ هو شوفي أنا استعجلت شوي حطيت التومي. المفروض البصل لحاله أول حتى يدبل بعدين بحط التومي. أوكي. عشان ما تنحرق التومي بتنحرق بسرعة. هذا أظن سخن صار السمك؟ أحط. بسم الله. بسم الله تمام. أوكي حط كمان واحدة. يلا بدك ال شلت الأشياء خلص هاي البيض الطحين. حطي الطحين. أوكي هي البيض. اذا طحين بيض شوفان وبنقليهم وبسرعه بقلوا لانه هم من رقاق ما بدهم بالضبط الفيليه بسرعه بستوي. خلينا نشيل بس نضل نقلبها يعني انا بحب نضل نقلبها شو يعني عشان تاخذ لون حلو وما وتستوي مزبوط. خلص اظن هيك اوكي زاكي السمك مقلي. زاكي مقلي هو أذكى شيء مقلي مع ليمون هيك لازم يكون عليه ليمون. يا ستي هاتي نشوف مين عندنا كمان أحلى برنامج وأحلى مذيعين وأحلى طباخين. صباح الخير. الله يسعدك. بعدين دعاء أبو صحاب رندا سلمي على ديما. دعاء أبو صحاب سوري أبو صحاب. الله يسعدك يا دعاء. ونائم همام الرمحي بتسلم على ديما وعلى ربا. الله يسلمها. اوكي اوه يا ستي ختام خليفي كمان دائما بتشارك وما بنذكر اسمها. لا عم تحضرنا من مكه يا ختام خليفي. اهلا وسهلا فيكي من مكه. وصعب الواحد يلحق على الكل. اهلا كمان طبعا. ماسيه منورين يسلموا ايديكم من فلسطين. مجد العلول ربا بتسلم بتقول لك انك منوره وعم تستنى ديما ولازم كل يوم تشوفكم وما تطولوا عليهم. نسلم عليها. سوسن السيد بتسلم على ربا وعلى ديما. يعطيكم العافيه. شو وضع السمكات ربا لسه؟ شويه يسلموا ايديكي. اوكي اميره الشرق بتحب ديما. انا بحب انا وربا ما بعرف هلا بنشوف. بعدين رهف الهباهبه. طيب بس دقيقه بدي اضيف هون الفليفله شوي بس حركهم وبدي اشيلها خلص. لانه الفليفله مستويه ربا. فانت بس بدك تدوجي قلبناها مع البصل والثوم والزبده. نلحق على كل الجبهات البهارات وهالقصص لسه ربا اذا بتدخلي شيء لا هي بس الكاري مثل ما قلنا هو اختياري. راح احط القشطه الكريمه القشطه هاي العلب اللي بتيجي العلب الحديد. اي علب الحديد لقيتها هيك زاكيه معها هلا شوفي دقيها والله. وراح نحط الكنور. اي وحده استعملتي؟ المرقه الفوريه هاي يعني اللي هي بديل المكعب. أيوة. صارت باودر هي اسهل لانها انا بحبها هاي. بدك تقلبيهم؟ لا لسه بدهم شوي. حلو اوكي يلا. احط عندي معلقه صلصه بندوره. يا عيني بلشت هيك تركب النكهات والروايح بتجنن تجنن تهوس. اوكي ها ريم الفلا ريم الفلا منورين يا حلوين الثلاثه ما شاء الله. بدها تسال الكرانبري فضل مجفف ايش ماله مشفف. بدي احط شويه مي ولا بننقعه؟ بتقول لك الكرانبري ننقعه؟ لا زي ما هو زي الزبيب رشي يعني هو بيجي زي الزبيب يعني مش كثير يابس بكون طري. شو وضعها ربا؟ اوكي خلص هيك بس خليني اقلب هدول. نعم شو كمان؟ هاتي نشوف يا ستك. بدي احط كمان الكاري وكثير زاكي على فكره مع الكريمه الكاري. انا هاي بقول لك بودره الكاري العاديه فاللي ما بحب بقدر يستغني عنه. احنا محضرين لكم طبعا سمك كمان في كميه يعني. هلا كلها هاي الخلطه بدي احطها بالخلاط. بالخلاط هلا هي المفروض نستنى عليها شوي كمان عشان البصل يدبل مزبوط. هلا شوي رح مستعجلين ما هاي عشان الوقت.
اوكي سيما جمعة ابو رجالة بتسلم عليكم ومنورين يا قمر وديما وربا. انت القمر يا سيما. وروان رمزون ما شاء الله عليكم منورين. روان كرزون ولا ايش؟ روان رمزون. لا فكرت روان اخت لما روضة. تسلم عليهم حتى روضة. روضة رمزون. اوكي روضة. بتعرفي لانه الاسامي مكتوبه بالانجليزي مرات بتكون عيال بدك صح صح بتكون في اسامي مثلا الاء وعلاء وشغلات زي هيك بتعرفيش مين ال اوكي خلاص خلاص هيك جاهزه. اوكي ابراهيم حسين بيقول كيف نخلص من ريحه السمك في البيت؟ هلا في يا ستات يا حلوين انا بحط ميراميه بحرق ميراميه او بشر البردان بشر بردان حمصيه على النار او بتغليه يعني بتجيبي مي ممكن المي بتحطي يعني مثلا ميراميه شوي بردان ارفع عود ارفع عيدان حلو او افتح الشباك بدهاش شيء رائعه صحتين وعافيه ربا الناجي بدعتي حبيبتي شكرا حبيبتي انبسطنا كثير فيكي وبذوقك الحلو وبالاكل وبالضحك الحلوه اهلا وسهلا فيكي ديما حبيبتي. شكرا حبيبتي الله يسعدك نورتينا دائما.